إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا وعلى آل بيتك المظلومين النجبا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدتنا وسيدة نساء العالمين غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشوق كيف لا أحرم دابا ناحرا هذا السرور وأنا في مشعر الحزن على روز الحزن حق للشارب من
Yes.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنا بالله. صدق الله العلي والعظيم. الحج في اللغة هو القصد، ولذلك هذه المفردة تستعمل ليس فقط لبيت الله الحرام، بل يقال أيضا حج إلى بيت المقدس، وحج إلى الحسين، وحج إلى الرضا، إلى آخره. المعنى رزقنا الله وإياكم زيادة هذا المعنى. المقصود من الحج المعنى اللغوي هو القصد. إذا قصد فلان إلى مكان معين فقد حج إليه، هذا المعنى اللغوي. وإحنا عدنا يعني البعض يشتبه عليه، أحيانا تختلط عليه الأمور بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يعني على سبيل المثال نحن نقول أن أهل البيت مفردة أهل البيت تخص الخمسة الذين جللهم الرسول صلى الله عليه وآله بردائه، بينما يعترض علينا الآخرون يقولون كيف تقولون هذا والله سبحانه وتعالى يقول على لسان الملائكة لزوجة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني زوجته وجعلها من أهل بيته بغض النظر عن كونها بنت عمه وهي الأساس من أهل البيت. حتى لو كانت غريبة صح الزوجة من أهل البيت، الزوجة من أهل البيت، لكن بالمعنى اللغوي بالمعنى العام الشامل ما ممكن أن نقول الزوجة ليست من أهل البيت. أهل البيت يعني أتباع البيت. لكن إذا قلنا بأن الخمسة أو أهل البيت نازلة في خصوص الخمسة أو مفردة تخص الخمسة، نقصد المعنى الاصطلاحي الذي أراده المشرع، المعنى القصدي للآية. هذا معنى اصطلاحي اصطلح عليه من الشرع من الرسول، كان يقف على بابهم ستة شهور ويقول إنما يريد الله أن يذهب عنه إلى آخره. زين، المعنى اللغوي للحج والقصد. المعنى الاصطلاحي إذا قالوا فلان راح الحج يعني شنو راح الحج؟ يعني هو راح طالع الكعبة ورجع. لا، طالع الكعبة ورجع هذا قصد، هذا حج بالفعل لكن بالمعنى اللغوي. لكن المعنى الاصطلاحي راح بغرض أداء فريضة الحج وطاف بالبيت أسبوعا وطاف بين الصفا والمروة وقصد عرفات وأنهى المناسك، هذا المعنى الاصطلاحي. وقد جاءت روايات كثيرة في فضل الحج عند السنة والشيعة. بلا خلاف الحج من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، من أفضل، حتى أنه بعض مرويات السنة تقول أن عشرة الحج أفضل من عدتها أو عدتها جهاد في سبيل الله. وفي رواياتنا أيضا يقول مولانا الباقر ومولانا الصادق بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. وقال أيضا مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يصبر الحجاج على ثلاثة هيئات: قوم استوجبوا أو قوم خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهم أو أمهاتهم، وقوم رجعوا من الحج بالبراءة من النار، وقوم رجعوا من الحج بحفظ أهاليهم وأموالهم وهو أدنى ما يرجع به الحاج. على أي حال هذه الآية التي صدر بها المجلس هي نص فيه تشريع فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت. لما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، لقد فرض الله عليكم حج بيته. فقام رجل في آخر القوم وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه مرة مرتين، فزجره الرسول وقال: لا، ولو قلت نعم لوجب، وإذا لا تستطيعوا فتكفروا، اسكتوا عني ما سكتت عنكم. الحج هي مرة واحدة في العمر، العبادة الوحيدة
التي يؤديها الإنسان خارج وطنه هي الحياة. ولذلك رفعا للتحرج ورفعا للمشقة جعلها الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في العمر، ولرفع المشقة أيضا جعلها عند الاستطاعة فقط. شرط شرط، إذا ما تحققت الاستطاعة لا يجب الحج، لا يجب الحج. وهنا تكلم الفقهاء أيضا في معنى الاستطاعة، يعني المعنى اللغوي للاستطاعة القدرة، القدرة على فعل الشيء، يعني أن تكون له القوة على أداء الشيء أو الكف عنه حتى لو بمشقة، حتى لو بمشقة، هذا المعنى اللغوي. أن تكون له أن تكون له القوة على الأداء الشيء حتى ولو على مشقة، حتى لو بمشقة. لكن المعنى الذي أراده المشرع لا يختلف، يختلف عن هذا المعنى. تكلم فيها الفقهاء، أستطيع أن أقول بالنظر إلى فتاوى الفقهاء ينقسمون إلى قسمين. قسم يقول الاستطاعة يعني أن تحج مع السهولة ورفع المشقة، يكون سهل إذا كان عليك صعب وفيه مشقة أو فيه حرج لا يكون واجب عليك، ما يكون واجب عليك. يعني شنو؟ يعني إذا تروح في مثل هذه الحالة لا تسقط عنك حجة الإسلام، لأنه ما واجب عليك، أنت أديت شيء مو واجب عليك، مثل الذي يصلي أداء مع أنه فاقد مطهورين، ما عنده ماء ولا عنده تراب يتيمم ويبغي يصلي، ما يصير يصلي، ساقط عنك الأداء، ساقط. ولكن يجب عليك القضاء، يعني إذا تصلي وإن كان مستحب أو أحوط، بعض يقول أحوط تصلي، لكن هذه ما تسقط عنك الفريضة، لأن أساسا أنت ما أديت فريضة واجبة، ما عليك صلاة، لا صلاة إلا بهم أو إلا بهم. زين، فإذا فريق من الفقهاء يقول الاستطاعة يعني السهولة، سهولة ما فيها أي صعوبة ولا مشقة ولا حرج، كما قال من الفقهاء الشريف المرتضى. بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا، هذه المسألة، مسألة الاستطاعة ما حددها المشرع تحديد دقيق، فهي راجعة إلى العرف، العرف. وكثير من الفقهاء قالوا بهذا القول، منهم اللي ذكر السيد محمد الحسين الشيرازي قال بهذا القول أنه المشقة أو الاستطاعة هذه يقدرها منه، يقدرها العرف، يقدرها العرف. وقع يعني من باب الاحتياط اللي بيروح الحج صرورة لا يروح بشكل غير من الواجب، لأن أنا شخصيا حسب تقديري هذا لا يسقط عنه الحج، لأنه لا تكون استطاعة. هناك أربع حالات يجب أن تتوفر لمن أراد أن يحج، وهي التي يعبر عنها كليا بالاستطاعة. أولا استطاعة في الوقت، تدرك الوقت رايح وجاي، استطاعة في البدن، أن لا تكون مريض أو بك مرض مزمن بحيث تتأثر من البرودة أو الزحام أو الحر أو فيروس أو ما شابه، هذه تسقط عنك أيضا، لا تتحقق الاستطاعة. الاستطاعة في المال، لك ولأهل بيتك، بحيث ما تضعضع على نفسك ولا تضعضع عائلتك على النفقة. الاستطاعة في الأمان، الأمان مهم، إذا لم يحصل الأمان خلي نفسك في حرج أو في مشقة أو في إهانة أو ربما تسجن أو ربما يغرمونك، هذا لربما يتعدى الأمر إلى الحرمة، مو بس وش اسمه أنه لا تثبت الاستطاعة. هذا الكلام كل هذا الكلام لمن أراد قصد الحج قبل ما يطلع، لازم يتحقق من هذه الأمور الأربعة. لكن أحيانا الواحد يقصد الحج ويتلبس بالإحرام ويكتشف بعدين أنه غير مستطيع، الغالب يكون إما محصور أو مصدود، هذه الحكومة الخاصة أيضا عند الفقهاء. المحصور شنو؟ المحصور هو المريض أو نحوه، يقول السيد السيستاني، يعني مو بس المرض، المرض أو نحوه، شيء
يعني من هذا القبيل. المرض أو نحو، إذا مرض الإنسان بعد أن يتلبس بالإحرام، مو ناوي شايل جلطته وبيطلع، لا، إذا تلبس بالإحرام وأراد الخروج أو في طريقه مرض، مرض يمنعه من الوصول إلى المناسك أو إلى الأماكن المقدسة، هذا حكمه حكم المحصور. حكم المحصور شنو؟ يقول السيد السيستاني، يقول الفقهاء أنه ينحر يأخذ الهدي. طبعا أول الفقهاء يقدمون مسألة أنك تبحث لك عن حاج وتعطيه الهدي أو قيمة الهدي، تتفق وياه على يوم أنه ينحر الهدي، وفي ذاك اليوم على الاتفاق أنت بعدين تقصر وتتحلل، هذا بالنسبة للمحصور. لكن يبقى شيء واحد لا يمكن أن تتحلل منه، إذا كنت محصور مريض ورجعت بيت، كل شيء حلال إلك عدا النساء. النساء حتى ترجع وتطوف بالبيت وتطوف بين الصفا والمروة، وهذا ما حدث لمولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما روى الكليني أن الحسين خرج معتمرا فمرض في الطريق في السقيا، فقصده مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خارجا من المدينة، وقال له بني ما تشتكي؟ قال اشتكي من رأسي، فجاء ببدن ونحر. يعني الفقهاء سيد السيستاني على سبيل المثال يقول أنك إذا لم تجد من تعطيه الهدي تنحر في المكان الذي انتهيت إليه، كما فعل أمير المؤمنين السلام، نحر عنه ببدنه وقصره ورجع. يسألوا الإمام الصادق فحلت له النساء؟ قال لا، حتى يرجع مرة ثانية ويطوف بالبيت ويطوف بين الصفا والمروة، بعدين تحلل النساء. هذا المحصور. المصدود هو الذي صده العدو عن الأماكن المقدسة بعد التلبس بالإحرام. بعد التلبس بالإحرام إجمالا بشكل عام، سواء كان معتمر عمرة مفردة أو عمرة تمتع يعني يريد الحج، هذا أيضا يحل من إحرامه بالهدي، يحل من إحرامه. إذا هذه أيضا حالة مرت بجماعة من أهل البيت، منهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة، كان وياه المدن سائقنها 70 إلى ما قالت الذاكرة، نحرها وأمر بالتقصير وقصره ورجعوا المدينة وحلت لهم النساء. هذه الفرق بين المحصور والمصدود، المريض لا تحل له النساء، المحصور لا يرجع وتحل له النساء. المصدود المحصور والمصدود، المصدود تحل له النساء، المحصور لا تحل له النساء. زين، الإمام الحسين خروجه من مكة، عندنا يعني لغط كثير بين المؤرخين، وش اللي سواه الحسين؟ هو أصلاً الحسين هل كان معتمر عمرة مفردة أو كان معتمر عمرة تمتع؟ عمرة تمتع يعني لازم يحج، ما يروح بيته، لا يحج لازم. بعض النصوص التاريخية تشير صراحة إلى أن الحسين أصلاً كان في عمرة مفردة، عمرة مفردة يعني ما ناوي على حج، كان يعرف أنه لن يترك حتى يحتاج، كان يتخوف أنه يقتل في وجهه أو في المشاهد. نصوص صريحة، روايتين تقريبا عندنا رواهم الحر العابري في الوسائل. زين، عندنا نص صريح أيضا من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والفتال النسابوري، كلهم مصادر مهمة، أن الحسين لا، لما أراد الخروج حول عمرته إلى مفردة، يعني الآن عمرة التمتع يبغى يحج، لكن هني إشكال فقهي، إشكال فقهي للفقهاء كلهم يقولون أن تحل من إحرامك إذا كنت في عمرة التمتع، تحل بالهدي مو تحولها، مو تحولها. ليش؟ لأن عندهم روايات مسندة، هذه النصوص التاريخية مرسلة بلا سند. أنا أتوقع لو كان كلام الشيخ المفيد فيه سند
كان يؤخذ به. لو كانت مسندة هذا الكلام لربما بعض الفقهاء أجازوا تحول العمرة عمرة التمتع إلى عمرة مفردة. وهنا حدث لغط لابتلاء الفقهاء في جواز خروج المعتمر المتمتع خروجه ورجوعه. دائما يبحثون ويذكرون حالة الحسين، شنو حالة الحسين؟ وانتهى الفقهاء إلى أنه كان عمرة مفردة. ولكن أهم المصادر وأهم المقاتل عندنا مقتل الشيخ المفيد، يقول لا، الشيخ المفيد وتبعه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة والنيسابوري يقول أن الحسين حول عمرته إلى مفردة لأنه لم يتمكن من أداء الحج. كان يتخوف مثل ما قال إلى محمد بن الحنفية، خشيت أن يغتالني هذا الطاغية في الحرم، شان يبتلني في الحرم وتهتك حرمة الحرم بي. فأحل الإحرام وجعلها عمرة مفردة وخطب خطبته الشهيرة، خط الموت على ولد آدم وخط القلاقل على جيد الفتاة، وما أولاني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع الأمن كأني بأوصالي تقطع عصلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيقطع لمني فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سبوفا لا محيص من يوم الخطة بالقلم بغضة بغضة أهل البلد بصبروا على بلائهم فيوفينا أجور الصابرين ألا ومن كان فينا بادلا فإني خارج مصبحا
وآل محمد.